أقرأ لكم كلام في جواب هذا السؤال بارك الله فيك، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: إنما هؤلاء يذكر: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك وبالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة وبالبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة عند الله جل وعلا. ثم يقول: هؤلاء لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذا بالأمس، أما في عصرنا هذا رأينا ثمار الربيع العربي وثمار الثورات التي كنا نخرج في المظاهرات وفي الثورات. انظروا إلى الثمار الآن. داعش قالوا: أنتم تقومون بمظاهرات سلمية، هذا ما يكفي، هذا ما ينتج شيئا، نحن نقوم بثورة مسلحية. فحفظكم الله، أنا أقول أنا رجل كردي لكن مسلم، قبل أن أكون أنادي بالقومية ولا أنادي بالقوميات والتعصب لها، أنا أقول أنا أعيش في إقليم كردستان، ولي الرئيس، وأعتقد دينا أنه ولي أمر إقليمنا، ولا أرى الخروج عليه ولا الثورات ضده، ولا أراه معصوما، وإذا كان مخطئا يجب على علماء الدين أن يصوبوه وأن ينصحوه بارك الله فيكم. أما أن نقوم في الشوارع ونقوم بالمظاهرات والثورات، هذا ما يزيد الطين إلا بالله، وما يجلب على الأمة إلا محنة وبلاء وفتنة. فالثورات ليس من دين الإسلام في شيء، وإنما تقليد للغرب. أما النبي عليه الصلاة والسلام إمام السلف قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وإن أكل مالك وضرب ظهرك. لا نخرج من أجل الدنيا، وإنما نريد إقامة الدين، وبإقامة الدين تقوم الدنيا وتصلح أمور المسلمين.